اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي. انا ندى من نور كيوتي. طبعا الاغلبيه بيعرفوا اني انا طبيبه اسنان، واللي ما بيعرفوا انا طبيبه اسنان، وحابه اعمل لكم سلسله عن مشاكل الاسنان وامراض الاسنان وكيفيه حلولها، خصوصا في شكاوي كذا كبيره وحلها جدا بسيط زي النزيف اللثه. مثلا الناس بتشتكي، انا لما اصحى دكتوره من الصباح بيجيني نزيف في اللثه او بيكون في دم مع التفريش. فأنا هوريكم اليوم أسباب الدم هذا وكيف نحن هنعالجه. أهم حاجة بتسبب لي نزيف اللسة هي تراكم الجير على أسطح الأسنان وتحت اللسة. تراكم الجير عادة بيبدأ يعني مع مرور الوقت، يبدأ يتكون معنا مادة البلاك تتلاكم على الأسنان مع عدم التنظيف، تعمل لي مادة صلبة جدا على سطح الأسنان واللسة اسمها الجير. هذه المادة ما يمكن إزالتها إلا عند طبيب الأسنان، وأنا هوريكم علاجها كيف في نهاية الفيديو. السبب الثاني عندي لنزيف تأثر الشعيرات الدموية للثة بسبب أمراض مزمنة زي مرض السكر ومرض الضغط وأمراض القلب، أو يكون عندنا نقص في فيتامينين مهمين للثة وهم فيتامين سي وفيتامين كي. وعادة الهوامل بسبب اختلاف الهرمونات عندهم بيحصل لهم ضعف في شعيرات اللثة، فبكون عندهم دايما التهابات في اللثة، بكون عندهم نزيف في اللثة. كمان عندنا التدخين بمختلف أنواعه، سواء تدخين السجائر أو تدخين الشيشة أو المواد اللي بيعملوا لها دبن تحت اللثة زي التوباكو، كلها أمراض أشياء بتأثر على اللثة وبتسبب ضعف لشعيرات اللثة، وبتسبب كمان ضعف للثة وبتؤدي إلى نزيف اللثة، وبتؤدي كمان إلى أمراض خطيرة في اللثة. نتكلم الآن عن الطرق العلاجية للتخلص من نزيف اللثة. أول حاجة لازم نتخلص من أسباب زي الجير. الجير لا يمكن إزالته إلا عن طريق طبيب الأسنان، يعني بتحتاج أنكم تجوا عند طبيب الأسنان ونعمل لكم جلسة اسمها تنظيف الأسنان من الجير. الجلسة دي يعني الكل بتخوف منها، بس بنستخدم جهاز اسمه السكيلر، بنمرره على الجير بيعمل زي التفتفت للجير سواء من على سطح السن أو تحت اللثة، بالتالي بتخلص الأسنان، بتخلص اللثة من الجير. الجير لا يمكن أبدا إزالته بفرشة الأسنان أو سواء العادية أو الكهربائية. بالنسبة للنزيف اللي بيصاحب نقص فيتامين سي أو فيتامين كي، كل اللي احنا بنحتاجه انه نحن ناخد تعويض للنقص اللي عندنا، سواء يعني فيتامين سي ممكن ناخد الفوار يومي على حسب عندكم هنا صورتين للفوار، على حسب الفوار فيتامين سي المتواجد عندكم في المنطقة اللي انتم موجودين فيها، او ممكن ببساطة انه نحن ناخد بس منتجات فيها فيتامين سي. اما بالنسبة لفيتامين كي، لازم اوريكم انه فيتامين كي له علاقة اساسا بتجلط الدم، بيساعد على تكوين المواد اللي بتساعد على تجلط الدم. فدايما لما في ناس بيكون عندهم نقص حاد في الفيتامين هذا، او عندهم امراض بتؤدي الى نقص في الفيتامين هذا، او عندهم امراض في الكبد او اي امراض لها علاقة مثلا بتجلط الدم، فنحن بنكشف عليها بدري عن طريق نزيف اللثة. يعني نزيف اللثة دايما بيكون يعني في بعض الاحيان سبب في انه نحن نعرف امراض تانية المريض ما بيكون يعني منتبه لها. فيتامين كي بيتواجد في الأشياء الخضراء، الخضروات عموما اللي لونها أخضر أو الورقية زي الملفوف، السبانخ، البروكلي، البقدونس، الجرجير، وكمان ممكن نتحصل عليه عن طريق الحبوب التعويضية. نيجي نتكلم لنزيف اللثة المصاحب لأصحاب السكر والضغط والأمراض المزمنة والحوامل. نحن بننصح انه يدخلوا في روتينهم هذه المضمضة اللي هي مضمضة طبية مخصوصة لوقف نزيف اللثة، تحتوي على مادة اسمها كلوروهيكسيدين 0.2%. نحن بنوصفها دايما في حالة امراض اللثة، وهذه الموجودة عندي في العيادة اللي بستخدمها لناس امراض السكر، وكمان الناس عندهم امراض الضغط، وكمان الحوامل لما يجوا يعملوا تنظيف للثة. أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو واستفدتم من الشرح وعرفتم معلومات عن نزيف اللثة، وإذا كان في أحد بعاني من نزيف اللثة
اعملوا لي شير للفيديو، ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب للقناة، تعملوا لي شير وتعملوا لي لايك. ادخلوا على قوائم الفيديو حتلاقوا قائمة فيها كل الفيديوهات اللي لها علاقة بالأسنان ومنيب الأسنان ومشاكل الأسنان، وعندكم أي مشاكل بالأسنان اكتبوا لي بالتعليقات عشان أعمل لكم عليها فيديوز.